أخذناه بالمحاضرة المحاضرات السابقة، هو أنواع الطاقة شنو نوعها، شنو تعريفه وشنو نوعها وشلون ينتقل عندي بالمنظومات. كل هذا الموضوع، كل هذا الشابتر أقدر أختصره بهذا الرسم عندي هنا، بهذا الرسم. عندي هنا كلوز سيستم، قد يكون اوبن سيستم ايضا، راح نشرح الاوبن سيستم شو راح يكون فرقه. فقط الكلوز سيستم عندي فقط نوعين من انواع الطاقه اللي يدخلون ويخرجون من هذا المنظومه، اللي هو عندي نوع من الطاقه يسموها الطاقه الحراريه او الحمل الحراري. هذا ناتج عن طريق فرق في درجات الحراره بين السراوندينج وبين السيستم نفسه. اوكي، قد يكون من السراوندينج الى داخل السيستم او بالعكس. وعند نوع آخر من الطاقة اللي هو الورك اللي شرحناه، قد يكون عندي شيفت وورك، قد يكون عندي بيستون يتحرك عندي يولد عندي شغل، أو قد يكون عندي هيتر كهربائي يخترق عندي المنظومة ويولد عندي، حتى لو يولد عندي طاقة حرارية داخل المنظومة أسميه وورك، لأنه هذا الانرجي ناتج عن فرق بالفولتيات وليس فرق في درجات الحرارة. الشرط بالانرجي، الشرط بالانرجي للمنظومه انه لازم يخترق عندي حدود المنظومه. مثلا هنا عندي السيستم باوندري عندي موجود عندي هنا، لازم شرطه انه لازم يخترق عندي المنظومه حتى اقدر اسميه هذا عندي work or heat done on the system ده يدخل المنظومه or done by the system ده يطلع عندي من المنظومه. هذا هو شرطه. بنجي الى الانواع مالته، شرحت لكم اياه الهيت شنو، شرحنا الانرجي ترانسفير باي وورك شنو، اذا مثلا عندي الكتريكال وورك، اذا عندي ميكانيكال وورك، اذا عندي شيفت وورك معادلاته موجوده عندي هنا، اذا عندي سبرينج، هذا كله شرحناه وراح نعيده مره اخرى بالفيرست اوردر اوف ذا فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. وصلنا لهذا النقطه. فاحنا عندنا الشغل ممكن يكون ميكانيكي او قد يكون نان ميكانيكي، نان ميكانيكال فورم. المهم اذا كان عندي ميكانيكي او نون ميكانيكي لازم يتبع عندي هذا القاعده، لازم يتبع عندي هذا القاعده انه الورك لازم عندي قوه يؤثر على حدود هذا المنظومه ويؤدي الى حركه هذا الحدود لهذا المنظومه. يعني سواء كان عندي هذا قوه ميكانيكيه او كهربائيه او مغناطيسيه او حراريه، المهم يتحقق بي عندي هذا الشرطين، موجود عندي قوة يأثر على الباوندري والباوندري يتحرك نتيجة وجود هذا القوة. فإذا جينا إلى non mechanical form of works اللي هو electrical work اللي شرحناه، الفورس هو voltage، هذا الفولتج يؤدي إلى حركة الإلكترونات، يعني عندي قوة وعندي إزاحة هنا. إذا قلنا magnetic work فهو عندي الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي هو القوة، والماتيكال ديبولار مومنت القوة، المومنت اللي ينتج نتيجة هذا القوة يمثل عندي الإزاحة. أوكي، إلكتريكال بولاريزيشن وورك هذا نتيجة المجال الكهربائي راح يتغير عندي البولاريزيشن، يعني يتغير عندي القطبية، القطبية هنا يعتبروه عندي هو الديسبليسمنت. هذا ما راح ندخل بتفاصيله، لكن اريد تخلوه في بالكم انه من يصير عندي وورك غير الهيت غير درجات الحراره، من يصير عندي وورك لازم يتقسم عندي، موجود عندي قوه دافعه وموجود عندي باوندري. هذا قد يعطى عندك اياه بالسؤال او قد يعطيك اياه مباشره، يقول لك هل قد انرجي يدخل المنظومه او هل قد انرجي يخرج من المنظومه. هذا مجمل ما موجود عندي بالثيرموداينامك بالفصل الثاني، اللي راح تشوفه بشكل اوضح، كلش اوضح من ابدي اشرح الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. احنا قلنا بالثيرموداينامكس عندنا ثلاث قوانين اساسيه. القانون الاول اللي هو الزيرو لو اوف ثيرموداينامكس اللي شرحناه بالموضوع الاول اللي مو هو ذات اهميه. القانون الثاني فيرست لو اوف ثيرموداينامكس اللي احنا بصدده حاليا، وبعدين ولا ما ناخذ مجموعه تعريف اخرى راح يبدا عندي سكند لو اوف ثيرمودينامكس، القانون الثاني والاخير بالثيرمودينامكس. خلينا نجي الى الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، هذا انتم ماخذيه بشكل غير مباشر بالفيزياء وماخذيه ايضا بالصف الاول. فيرست لو اوف ثيرمودينامكس
هو أساسا إذا تجي للتسمية مالتها هو إنيرجي بالانسية، هو قانون الموازنة الطاقات، قانون موازنة الطاقات. تعريفها بشكل جدا مبسط، the net change، التغير المطلق، التغير المطلق سواء كان عندي هذا التغير هو زيادة أو نقصان، the net change whether it is increasing or decreasing، شنو هذا التغير سواء كان زيادة أو نقصان، وين بيصير في total energy of the system. total energy of the system تذكرون، total energy of the system هنا شرحناه. هذا total energy of the system، هذا هو total energy of the system. قلنا الطاقة اللي يحوي المنظومة، قد انت تشوفها بطاقة كامنة للمنظومة نتيجة تفاعلات كيميائية او قنبلة نووية، دي يصير عندي طاقة نووية موجودة بها او تفاعلات كيميائية، او قد تشوفها بطاقة حركية، المنظومة دي يتحرك عندك سيارة مثلا عندك، او بوتيشنال مثلا عندك جسم مرتفع عن سطح الارض، او تشوفها بثلاث منظومات، او تشوفها ثلاثتهم سوا، هذه المجموعة كلهم يسمى بالطاقة الكامنة للمنظومة أو الانترنال، الطاقة الداخلية للمنظومة. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس يقول معدل التغير أو التغير النت الكلي سواء كان زيادة أو نقصان بهذا الطاقة، بهذا التوتال انرجي اوف ذا سيستم، خلال عملية معينة during a process، خلال عملية معينة شي يساوي هذا، يساوي is equal to the difference، للفرق between total energy لكل الطاقة الداخلة إلى هذا المنظومة وكل الطاقة الخارجة من هذا المنظومة خلال ذلك العملية. فإذا تركز على هذا الكلام، عندي ثلاث، عندي نوعين من الطاقة الأساسية في أي منظومة. يعني المنظومة من تجي، تسوي تباوع عليه وتحلله، عينك راح تصوب على طاقتين، طاقة اسمها total energy للمنظومة، هذا الطاقة الكاملة للمنظومة، زين، اللي يكون قد يكون طاقة داخلية، قد يكون طاقة حركية، قد يكون طاقة كاملة، قد يكون ثلاثتهم، هذا نوع من الطاقة. والطاقة الثانية هو الطاقات الداخلة والخارجة لهذا المنظومة، الطاقات الداخلة والخارجة لهذا المنظومة. فهذا صار عندي نوع طاقتين. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس يربط هذا النوعين من الطاقتين، هذا النوعين من الطاقات يربطهم سوا. شلون؟ يقول، النت تشينج، التغير المطلق في الطاقة الكلية للمنظومة، يعني هذا الطاقة الأولى من المنظومة، يساوي، الفرق، بين الطاقات الداخلة والطاقات الخارجة من ذاك المنظومة. هذا ربطه ويا النوع الثاني من الطاقات. فإذا ترجمنا هذا التعريف إلى معادلة رياضية، هذا هو معادلة رياضية مالتنا، إنه إذا عندي منظومة، هذا المنظومة إذا يتأثر به طاقة، يعني إذا يدخل به طاقة وده يخرج منه طاقة، ده يخسر طاقة أو ده يكسب طاقة، فأكيد هذا الفرق بين الطاقة الداخلة والخارجة، راح يأثر عندي على التوتال انرجي لذلك المنظومة. يعني ببساطة عندي طاقة داخلة ماينس طاقة خارجة يساوي التغير بالطاقة الداخلية لذلك المنظومة. هذا هو كل ما موجود بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. طبعا ما عندي شيء بسيط، هذا المعادلة بسيطة، لكن هسه من نجي إلى حيثياتها، راح أشوفها شوية راح يتعقد عندك، لكن دائما نرجع إلى، القانون الأصلي، طاقة داخلة ماينس طاقة خارجة يساوي معدل أو يساوي التغير الكلي بذلك المنظومة، نجي على أمثلة على هذا، القانون. مثلا عندي بطاطا، هذا الكتاب كل شيء يحب بطاطا، عندي بطاطا، هذا بطاطا خليتها بالأوفن، ورا فترة طلعتها البطاطا من خلي بيدك تحس بيه صار بيه حار، هذا الحرارة من وين اجا؟ اجا من السراوندك، اجا طاقة داخلة، اجا انرجي، ان عند الطاقة حرارية داخلة
إذا خلينا السطح البطاطا هو الفصل الـ surrounding boundary، فهذا الطاقة أكيد راح يخترق عند الباوندري فيتحول عندي إلى الشكل الأول اللي هو الانيرجي N. إذا نفرض إنه ما عندي أي خسارة بالطاقة فالانيرجي أت راح يساوي صفر. فإذا الطاقة اللي يتغير به هذا المنظومة هذا البوتيتا دلتا اي راح يساوي كمية الطاقة الداخلة. مثلا إذا فرضنا إنه هذا البوتيتا كان درجة حرارة الطاقة الداخلية إلى يساوي 1 كيلو جول، يساوي 1 كيلو جول، اكتسب 5 كيلو جول، اكتسب 5 كيلو جول، عندئذ أقول الطاقة المكتسبة يساوي عندي 5 كيلو جول. أنا يعني وين ده بوع بوع الدلتا، ما بوع الطاقة الكلية، ده أقول نت تشينج. فإذا هو كان طاقة داخلية 10 أو 0 أنا يعني ما بوع على الطاقة الداخلية، لا بوع على إيش قد اكتسب من هذا الطاقة، إيش قد صار بي دلتا، إيش قد صار بي تغير. فالتغير راح يصير عندي إيش قد طاقة اكتسبها ماينس إيش قد طاقة خسرها. زين اذا نجي الى سيستم اخر، مثلا عندي هذا المنظومه، هذا المنظومه دي يكسب عندي طاقه مقدارها 15 كيلو جول، وده يخسر في نفس الوقت طاقه مقدارها 3 كيلو جول. اذا جبت هذا الخمسه، هذا الخمسه مثل عندي كيو طاقه حراريه داخله، فراح يصير عندي اي انرجي، هذا عندي 15 ماينس الجد يخسر هذا الطاقة للسراوندي 3، فيصير عندي 15 ماينس 3، يعني الطاقة الداخلية للمنظومة تغير بمقدار 12 كيلو جول. إيش قد كان طاقته بالبداية وإيش قد صارت طاقته بالنهاية ما يهمني، بقدر ما يهمني إيش قد يكتسب، إيش قد يصير gain، إيش قد يكتسب نتيجة هذه الآلية بدخول الطاقة وخروج الطاقة من عندها. زين هذا اللي شرحناه هو كله حراري. زين إذا كان ميكانيكي شلون؟ ما يهمني بقدر ما يهمني هو شغل كيلو جول، ده ينحسب عندي جول. فإذا جينا مثلا إلى هذا المثال، هذا المثال إذا تباوع له عندي طاقة حرارية بمقدار 15 كيلو جول ده يدخل إلى المنظومة، وعندي شيفت، عندي شيفت، هذا الشيفت بمروحة ده ينطي طاقة مقدارها 6 كيلو جول، يعني عندي طاقة داخلة 15 إضافة أخرى إنه 6 كيلو جول، فهذول الاثنين أخليهم هنا، فأقول 15 زائد 6. ليش زائد 6؟ لأنه هذا 6 ده يدخل المنظومة، المنظومة ده يكتسب عندي هذا الطاقة، وال15 أيضا ده يدخل المنظومة ده يكتسب المنظومة، فيصير عندي إنيرجي. هذا شرحناه بالبداية، قلنا إذا كان positive بمعنى أنه هذا ده يكتسب المنظومة، وإذا عندي negative بمعنى أنه هذا المنظومة ده يفقدها، ده يطلع من الباوندري مال المنظومة. في نفس الوقت عندي Q out مقدارة 3 كيلو جول، هذا أخليه في هذا الجزء، فراح يصير عندي 15 زائد 6 21 ماينس 3 يساوي عندي 18 كيلو جول. هذا المعدل أو الطاقة المطلقة اللي اكتسبها هذا المنظومة نتيجة وجود هذه الطاقات الثلاثة عندي هنا. فإذا إذا الطاقات عندك بشكل المنظومة عندك الطاقات بشكل كيلو جول، هذا القانون جدا بسيط تطبيقه. فقط أنظمه يا هو وين كيو إن أخليه بالبداية، كيو أوت أخليه بالسالب، النتيجة ما تيصير دلتا سيستم. لكن هذا هو مو الغاية من الفيرست لو أوف ثيرموداينامكس. الغاية من الفيرست لو أوف ثيرموداينامكس هو التصميم، هو الديزاين. زين شلون أوصل إلى غاية الديزاين؟ أجي أفصل هذول الطاقات، اجي افصلها، اجي اعرف شنو الانيرجي ان، شنو انواعهم اللي اخذنا، وشنو هي دلتا سيستم، هذول شلون اركبهم بحيث استفاد من التعاريف اللي اخذتها لحد هسه في سبيل انه اسوي حياكه لهذا المنظومه لهذا الانيرجي. هسه نجي ناخذ كل واحد على طرف، يعني اجي هسه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس المتمثل عندي بهذا القانون افصخه، اجي اشوف الانيرجي ان انيرجي اوت شنو، والدلتا انرجي سيستم شنو وشلون يربط واحد ويا الثاني. اجي الى التشينج اوف انرجي اوف ذا سيستم، اجي الى اول واحد اللي هو دلتا اي سيستم، اجي لهذا النقطه انرجي اوف تشينج اوف ذا سيستم. زين بما انه عندي الانرجي الطاقه ببدايه الفصل الثاني قلنا الطاقه هي بروبرتي، هي مواصفه، هي صفه، صفه قيمته يتغير، قيمته يتغير يعني دلتا انرجي يتغير
changes only when the state of the system changes. هذا يعني ال property. إحنا قلنا مثلاً الضغط. الضغط هو صفة من صفات المنظومة. الضغط يمتى يتغير؟ من يتغير حالة المنظومة. مثلاً كان عندي ضغط في نقطة واحد 10 كيلو باسكال. تحول إلى نقطة ثانية صار عندي 5 كيلو باسكال. إذا المواصفة تغير ليش؟ لأنه الستيت يعني حالة المنظومة عندي تغيرت. حالة المنظومة تغيرت. زين إذا هو يطبق على الضغط ليش ما أقدر أطبق على الانرجي؟ لأنه الانرجي أنا أيضا عرفت إنه هي حالة أو صفة من صفات المنظومة. إذا الانرجي يتغير من يتغير عندي الحالة المنظومة. شلون أترجم هذا إلى شيء أنا استفاد منه ده؟ أقول التغير بالإنرجي الداخلي للمنظومة. ترى أنا ما دا أحكي على الإنرجي إن ولا على الإنرجي أوت، هسا دا أحكي على الطرف الأيمن للمنظومة الدلتا إي سيستم. دا أحكي على هذا من يتحول إلى هذا المنظومة إلى الجزء الأيمن الأيسر راح أقول لكم. هسا أنا دا أحكي على الجزء الأيمن الدلتا إي. الإنرجي of the change of the system يساوي عندي إنرجي بالفاينل ستيت بالستيت الحالة النهائية ماينس الانرجي بالحالة البدائية. يعني مثلا عندي منظومة مثل ما عندي بهذا السؤال. هذا منظومة انطيتها 15 كيلو جول وانطيتها 6 كيلو جول وفقط 3 كيلو جول، صار عندي دلتا اي. زين هذا دلتا اي شلون اترجمه الى المنظومة نفسها؟ سأعرف الدلتا اي ايش قد. زين الحالة النهائية طبعا هذا ما دام الانرجي ده يدخل الى المنظومة اكيد راح يغير عندي من حالة المنظومة. اكيد ممكن يرفع الضغط، ممكن يرفع الحرارة، ممكن يفقد عندي حرارة، ممكن الكتلة يتغير، ممكن يتبخر إذا عندي ماء. هذا كله راح يغير عندي حالة المنظومة. زين شلون استفاد من هذا الكلام؟ دلتا إي عرفه، لكن دلتا إي شلون استفاد من عنده؟ واحدة من المجالات اللي أقدر استفاد من عنده إنه أقول عندي الحالة النهائية ماينس الحالة البدائية للمنظومة. مثلا انا قلت لك ببدايه المنظومه بالانيشال ستيت اعطيت 5 كيلو جول ونقصت من عندها 3 كيلو جول، شنو هي الحاله النهائيه للمنظومه؟ عندئذ من تجي تطبق عندك هذا القانون تقول انرجي يساوي ماينس انرجي اوت يساوي دلتا انرجي. اذا الطرف الايسر صار عندي معلوم 5 ماينس 3 صار عندي 2. هذا شنو راح افصخه؟ اجي اقول الاثنين شي يساوي، اخلي الاثنين هنا شي يساوي، يساوي عندي الحاله النهائيه ماينس الحاله البدائيه. أكيد بالسؤال أعطيك الحالة البدائية إيش قد، فعن طريق المعادلات اللي راح نعرفها بعد أكثر أقدر أطلع الحالة النهائية للمنظومة. إذا استعملت المعلومات الموجودة عندي بالمنظومة حتى أعرف الحالة النهائية للمنظومة وين راح يوصل، إيش راح يصير بيه. زين إذا حسب هذا التعريف in a closed system يعني منظومة مغلقة مثل ما عندي هنا في هذا المنظومة، إذا كان هذا المنظومة cyclic يعني السايكل شنو معنى السايكل؟ إنه ال initial state يساوي final state، initial state يساوي final state. فالدلتا E system راح يساوي عندي صفر، راح يساوي عندي صفر. ليش؟ لأنه ال initial state هو نفسه final state. ليش؟ لأنه system cyclic cycle دوري. المنظومة يبدأ من السيستم الأول من الستيت الأول يروح عبر مجموعة ستيت ويرجع إلى نفس الستيت الأول. فإذا قلنا حسب هذا التعريف الدلتا إنرجي للمنظومة يساوي صفر لأنه يقول الانيشيال راح يساوي الفاينل، فبالتالي الفرق بيناتهم يساوي صفر. هذا خليه معلومة في بالك. زين هذا إذا استعملت الفاينل والانيشيال ستيت. زين إذا استعملت التعريف البدائي اللي أخذناه هنا هنا، إذا قلنا الانرجي الداخلية الانترنال انرجي هو عبارة عن مركبات للانرجي الداخلية زائد الانرجي الحركية زائد الانرجي البورتيشنال الكامنة، أقدر استفاد من هذا الكلام أيضا. أجي أقول انرجي could be internal, portational or kinetic. Therefore إذا جيت هسا قلت هسا دباوع هذا الجزء هسا بالبداية قلت final minus initial، هسا لا أقول قد يتحول عندي إلى غير شكل. إذا نقول الدلتا سيستم هنا يساوي دلتا يو، الدلتا يو هو هذا اليو عندي هنا، هذا اللي قلنا عليه أنواعه هو السنسيبل إنرجي ليتين الكيميكال النيوكلير. زين بلس التغير بالطاقة الحركية بلس التغير بالطاقة الكامنة. زين
إذا جينا فصلنا هذا الجزء بعد أكثر قلنا الدلتا يو راح يصير عند الكتلة في الطاقة النهائية ماينس الطاقة البدائية. يعني إذا عرفناه بهذا الشكل الفاينال إنرجي ماينس الانيشال الطاقة الكاملة. طبعا هو دائما هذا من يطبق الدلتا إنرجي دائما يطبقها بين حالتين بين تو ستيتس بين تو ستيتس بين نقطة واحد ونقطة اثنين أو بين الفاينال والانيشال. فتقول الفاينال ماينس الانيشال في الكتلة إذا كان الدلتا يو، أو إذا طاقة حركية أقول السرعة النهائية ماينس السرعة البدائية في الكتلة في واحد على الثاني اللي هو قانون الطاقة الحركية، أو إذا تقول طاقة كاملة السيستم ارتفاعها النهائي ماينس الارتفاع البدائي في كتلة الجسم في تعجيل الأرضي في ذلك النقطة، هذا البوتنشال انرجي. قد مثل ما قلت لكم قد يتوازن ثلاث عناصر قد ما يتواجد الثلاث عناصر. مثلا اذا ستيشنري سيستم منظومه بنقول لك ستيشنري بمعنى انه لا هو ده يتحرك لا يصير به طاقه حركيه ولا ارتفاعه ده يتغير. ستيشنري سيستم نو تشينج ان فيلوسيتي اور اليفيشن لا تغير في الارتفاع ولا في السرعه، بمعنى انه اذا ما عندي تغيير في الارتفاع انه زي 2 يساوي زي 1 فهذا يصير عندي صفر فبالتالي هذا يساوي صفر. او no change in velocity يعني السرعة النهائية يساوي السرعة البدائية إذا هذا من يساوي صفر، إذا هذا الجزئين صار عندي صفر فدلتا U التغير بالطاقة الحركية الداخلية يساوي عندي الدلتا سيستم. هذا فورم آخر تقدر تطبقه بالproblems راح نأخذه بالتفصيل بنجي للexamples والproblems كلها راح نطبقها. زين إذا كملنا التعريف مال دلتا سيستم اللي هو فقط تعريفين initial final أو هذا التعريف عندي هنا، كملنا التعريف الدلتا اي سيستم. هسه يجي يبقى على الانيرجي ان وانيرجي اوت هذا الجزء، هذا الجزء اللي اخذناه مسبقا ميكانيزم اوف انيرجي ترانسفر. هذا هسه دباوع على الطرف الايسر من المعادله انيرجي ان ماينس انيرجي اوت. خلينا نشوف شنو اول مره هو تعريف الانيرجي ان انيرجي اوت اللي قال لكم اياه مسبقا. ذات انيرجي that energy that cross the system boundary يعني من أقول لك energy in energy out حتى تقدر تفرق من energy in يعني داخل المنظومة أو energy موجود بالسراوندينج، إنه تعريف لازم هذا الطاقة لازم يخترق عندي الحدود المنظومة، لازم يخترق عندي حدود المنظومة. إذا ما يخترق ما أقدر أقول energy in ولا energy out. مثل ما قلت لكم closed loop system closed system عندي هنا الطاقة الحرارية عندي وعندي طاقة الwork. الwork شنو هو؟ قد يكون raising piston rotating shaft أو electrical wire مثل ما شرحنا. الطاقة الحرارية شنو؟ هو طاقة الQ اللي ناتج عن طريق التغيير في درجات الحرارة. زين إذا system مو closed system open system open بحيث الكتلة داخل المنظومة ده يتغير راح يدخل عندي منظومة أخرى اسمها الماس ترانسفير، اسمها الماس ترانسفير ماس فلو إن أو أوت أوف ذا سيستم وذ إنرجي. يعني إذا مثلا إذا عندي منظومة سخان مي بالضبط، إذا قلنا الجيزر مالتنا بالبيت الجيزر أوبن سيستم ليش؟ لأنه ده يدخل بيه مي بارد ويخرج منه مي حار. زين هو دخل مي بارد وخرج مي حار، هذا الفرق بالحرارة من وين جابه؟ جاب نتيجة وجود عندي work وعندي heat داخل الجيزر. فبالتالي من أجي أقول energy in minus energy out لازم أخذ نظرة اعتبار كتلة الماء الداخل إيش قد الطاقة الحرارية مالته وإيش قد الطاقة الحرارية ده ينقل ده يأخذ من هذا الموضوع. فلازم أقول هذا energy out أخليه بالout والenergy in أخليه بالin بالمنظومة عندي. فبالتالي صار عندي ثلاث أنواع رئيسية من energy in والenergy out. زين فاذا انت تريد تفتهم الفصل الثاني عليك بهذا القانون انرجي ان ماينس انرجي او سوري دلتا اي سيستم بهذا التفصيل للطرف الايمن من القانون وبهذا الصوره. اذا عرفت هذا الثلاثه اي سؤال بهذا الموضوع وبالمواضيع اللي يجيك وراء بالفصل الثالث والرابع ما راح يصير عندك مشكلة، لأنه أنت حافظ السيستم وتعرف إذا كلوز سيستم ما عندي فلو إن فلو أوت، إذا أوبن سيستم الفلو إن والفلو أوت يدخل بالإضافة إلى الهيت والوارد.
إذا أفرض عندي دلتا إي أجي أبعه هل أنا مهتم بالفاينل ستيت أو مهتم بالكيناتيك والبوتنشال إنرجي؟ حسب هذا القانون تقدر دائما تطبق الفيرست لو أوف ثيرمودينامكس. فالفيرست لو أوف ثيرمودينامكس للتطبيق مالته مو صعب ولا أحلى، هي كل سهلة منها. زين نجي إلى الحالات الخاصة للمنظومة، الحالات الخاصة. زين تذكرون عندنا adiabatic system، عندنا system with no attractions، عندنا closed system اللي هنا شرحناه. زين حتى أجي أقول هذا الحالات الكاملة، هذا الحالات شلون الطبقه، خلي نرجع إلى التعريف اللي أخذناه هسه اللي كان يقول الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس ممكن اكتبها يساوي انرجي ماينس انرجي اوت يساوي عندي دلتا سيستم، يساوي دلتا سيستم. اجي للدلتا سيستم اجي اقول فاينل ماينر انيشال، اخلي وين؟ اخلي بهذا الطرف. او اجي اقول دلتا انرجي يساوي دلتا يو، دلتا كيناتيك دلتا بوتنشال، وين اخلي؟ اخلي بهذا الطرف. زين اجي للطرف الايمن انرجي ماينس انرجي اوت، اجي للتعريف هنا الانرجي ان والانرجي اوت هي ثلاث حالات، يا اما هي هيت او وورك او ماس فلو ان ماس فلو اوت او ثلاثتهم او ثلاثتهم. اترجمها لهنا اقول انرجي ان ماينس انرجي اوت، قد يكون الانرجي ان عندي هي حراره او شغل كهربائي او ميكانيكي او شيف او كتله يدخل المنظومه بطاقه حراريه، والانرجي اوت قد يكون نفس الشيء حراره دا يفقد المنظومه او شغل المنظومه ده ينطيه برا او كتله خارجه من المنظومه وده ياخذ جزء من الطاقه الطاقه الموجوده من هذا المنظومه. فاذا الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس اذا فصلتها بهذا الشكل راح تقدر تحل الاسئله كلها وراح يصير عندك المنظومات كلها موجود عندك في سؤال واحد في ايكويشن واحد. زين نجي الى الحالات الخاصه. من يقول لك adiabatic system أو يقول لك adiabatic process، إذا ترجع كلمة adiabatic، adiabatic إنه الحرارة أو الانيرجي الطاقة اللي يفقدها المنظومة نتيجة حمل الحراري يساوي صفر. فيقول لك adiabatic process مثلا يقول لك عندك 3 points point 1 point 2 point 3، يقول لك من point 1 إلى point 2 البروسيس صار كان adiabatic. إذا تجي تقول Q1 Q in و Q out بين النقطة واحد والنقطة اثنين يكون متساويين، ليش؟ لأنه Q دلتا Q يصير عندي صفر، لأنه Q in يساوي Q out، هذا الفرق راح يصير عندي صفر. adiabatic system يعني الهيد الحرارة الطاقة المكتسبة أو الخاسرة نتيجة الفرق في درجات الحرارة يساوي عندي صفر. فإذا هذا الجزء يصير عندي صفر. إذا السيستم يقول لك with no interactions، interactions يعني ما دا يتفاعل ويا المنظومة، ماكو عنده ما دا ينطي طاقة لبرا ولا دا يكسب طاقة من البرا عن طريق شيفت أو عن طريق هيتر، إذا هذا ال W in W out راح يصير عندك صفر، هذا الجزء راح يصير عندك صفر. إذا المنظومة يقول لك عليك closed system مثل ما عندي هنا، ما عندي لا flow in ولا flow out، هذا الجزء راح يصير عندك صفر. قد يكون عندك المنظومة يقول لك ترى هي adiabatic وclosed، إذا هذا صفر وهذا صفر. يقول لك adiabatic و no traction، إذا هذا الجزء صفر. يقول لك system with no traction closed system، إذا هذا صفر وهذا صفر، فقط عندك Q out. فحسب نوع المنظومة، حسب نوع المنظومة راح يقول لك شلون تقدر تلغي أو تأخذ نظر اعتبار هذولا الكوانتيتيز او الانرجيز حسب السؤال. طبعا in general energy balance for any system during a process can be written as هذا الكلام الموجود عندي هنا او بهذا الاول شيء عندي هنا اقدر اكتبه بهذا الشكل energy in minus energy out. اذا قلت energy in minus energy out هل هي حراريه او interaction او mass، هنا net energy transferred by كاتب لك اياها هنا هيت وورك ماس، هذا نفس الكلام، هذا هو نفس هذا الترجمه هنا، يساوي دلتا انرجي سيستم تشينج ان انترنال كيناتيك بوتنشال انرجيز
يعني الدلتا اي مثل ما قلنا هنا قد يكون عندي هو هذا الحراره الداخله والخارجه المنظوبه قد يغير وحده او اثنين او ثلاثه من هذولا او يغير الحاله النهائيه للمنظومه. زين هذا اذا بالتيرم يعني بدلاله الكيلو جول او جول. اذا اخذته بدلاله الواط بدلاله الواط انه ده يتغير ويا الزمن، فمجرد ان اخذ هذا الدلتا يعني اخذ واط كيلو جول بير سكند كيلو جول بير سكند ودلتا انرجي هنا هذا راح يشتغل الزمن لانه يصير عندي كيلو جول بير سكند فيتحول عندي لواط. او نفس الفورم نفس طبعا نفس التفصيلات هنا راح يجيك هنا اذا عندي حراره او وورك او عندي ماس، ونفس التفصيلات هنا راح يصير عندي قد يكون عندي تغير بالبوتيشنال او انترنال او كايناتيك انرجي، او يصير عندي نيش تغير بالفاينل او نيشنال ستيت. بير يونت ماس قد يكون عندي نفس هذا الكلام لكن ما اخذها كيلو جول، اخذها كيلو جول للكيلوغرام الاكثر راح نتعامل ويا هذا. فاي ان نفسه هو نفس الايكويشن لكن الايكويشن هذا مقسم عندي على الكتله، مقسم على الكتله نفسه عندي هذا. هذول الثلاثه نفس الشيء كل تفصيلاتها موجوده بك هنا. عندي حاله خاصه اخرى بالبدايه من شرحت لكم اياها هنا كلوز سيستم سايكل سيستم سايكل بروسيس. يعني سايكل بروسيس قلنا الحاله النهائيه هو نفس حاله البدايه، يعني سايكل دوري يبدي من السايكل الاول يفود الى بروسيس يرجع الى نفس النقطه البدائيه، هذا يسمى بالسايكل. فكلوز سيستم من يقول كلوز سيستم يعني هذا يصير عندي صفر حسب هذا التعريف. عندنا سايكليك بروسيس سايكليك بروسيس ذا انيشال فاينل ستيتس ار ايدنتيكال، فمعناه انه دلتا اي راح يصير عندك صفر هنا انرجي دلتا سي يساوي صفر او ان اي ان يساوي اي اوت. اذا هذا صار صفر فالانرجي ان يساوي عندك انرجي اوت بمعنى انه الطاقه الداخله يساوي عندك الطاقه الخارجه. فهذا خليه هذا الحالات الخاصه ادياباتيك سيستم وذ نو اتراكشنز كلوز سيستم ستيشنري سيستم كلوز سيستم اند سايكل بروسيس. هذا كل واحد الا معنى الا تعريف راح يترجم عندك هنا. هذا المعادله هذا القانون هو قانون الاساسي اللي راح ناخذه بالثيرمودايناميكس بالفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس. هذا القانون الاساسي كله تجي تكتبه تجي تبوه على المنظومه مالتك تشوف التفصيلات الموجوده لك بالمنظومه مالتك حسب هذا التفصيلات تلغي هذول تلغي كلوز سيستم يلغي عندي هذا ادياباتيك يلغي هذا نو انتراكشن يلغي عندي هذا كلوز سيستم سايكل بروسيس هذا يساوي عندي صفر ستيشنري سيستم هذا الجزء يساوي عندي صفر حسب السؤال. فهذا كل الحالات اللي موجوده عندك بالثيرمودايناميكس بالفصل الثاني كله مختصر عندك في هذا الاربع سلايدات. يعني هذا الاربع سلايدات اذا افتهمتها بشكل مضبوط زائدا القوانين الموجوده دي هنا طبعا هذا راح احصر لكم اياه كله راح اسوي شيت او شيت من ورقه وورقتين كلها نحصرها بحيث يصير جوا ايدك. هذا الحاله هذا قانونه هذا الحاله هذا قانونه هذا الحاله هذا قانونه يصير عندك بشكل كامل حتى من تجي تحل اي سؤال او يواجهك اي تصميم وانا مسبقا تعرف شلون تطبق الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس. الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس كلش مهم عندي من اجي اطبقه او استعمله للتصميم راح اعلمكم شلون راح تستعمله بالتصميم. زين